درتو عن قناعة. أنا كنت موهوب ولكن أنا يعني درت الدراسة ديالي واشتغلت بالميدان المالي واشتغلت كذلك يعني كمحلل مالي في شركة، ولكن الاختيار الموسيقى يعني شي حاجة اللي زعما اللي فريمون يعني أي واحد فينا كان كيتمنى أنه يعيش بالموهبة ديالو. أنا كما تنقول في الأول شاركت في استوديو لوزان، من بعد يعني شاركت في برنامج دوينر إيز وخديت كذلك وصلت فيه النهاية وربحت فيه 25,000 دولار، وهذا الشيء كله خلاني من بعد أنني نتقاتل باش ندير المجال الفني، وهذا الشيء ما كانش بالسهل، لأن ولو أنني كنت وصلت للمراحل النهائية كنت يعني مجبر أنني ندير أعمال خاصة، وهذا الشيء خلاني ندير عمل مور عمل مور عمل باش زكريا يقدر يدير أغاني معروفة، والحمد لله الأغاني حققت مئات الملايين المشاهدات يعني داخل وخارج المغرب، وخلاني أنني نكون حاضر في يعني كبرى المهرجانات اللي كاينه يعني الحمد لله. وهذا الشيء كيجي يعني بالعكس عن قناعه، وانا ما هادشي ما ندمش عليه لانني قريت، والقرايه ديالي هي اللي مكنتني انني نوصل هادشي اللي وصلت ليه دابا، لانه الفن بوحدو غير يعني الفن بوحدو بدون ثقافه والفن بدون اداره فنيه والفن بدون كما تنقولوا ان باك جراوند يعني ساينتيفيك ما يقدرش يوصلك. بالنسبه للسؤال ديال الام ديالي يعني فقط هذاك كانت فكره ديال انني كنت غادي الاغنيه ديال الله الله ربيح المولانا كانت طايره ديك الوقيته، وكان عندي واحد الفكره انني ندير مناجات بين الابن والام ديالو. انا تنقول يعني باش يعني فقط نوضحوا الفكره ديال الرضا ديال الاهميه ديال الرضا ديال الام. بالنسبه للسؤال الثالث يعني كان انا كتعرفوني دائما بعيد على السوشيال ميديا، حياتي الخاصه بعيده على السوشيال ميديا عادي يعني المشكل وقع، ولكن الحمد لله دابا الامور كلها تقادات ما كاين حتى شي اشكال. انا كما دائما كنغني الحياه الخاصه ديالي والحياه العائليه ديالي كتبقى بعيده، كنركز على ما هو فني 100%. ما عمري خرجت شي نهار انا هضرت على اي مشكل كما بغى يكون، واي واحد فينا لا انت لا اي واحد لا الاستاذ لا عنده مشاكل عائليه، ولكن الحمد لله احنا ما عندناش مشاكل كبيره بزاف، مي الحمد لله بخير والامور كلها مزيانه. مشاكل كانت بين الاخوه وتقادات، والحمد لله انا هنا باش نقدم واحد الحفل اللي غادي يكون ان شاء الله يعني من قلبي وجدت له يعني سنين، يعني دابا من 2019 لدابا عندي بزاف ما نقدم، وكاين مفاجات كبيره اللي غادي تقدم ان شاء الله وغادي تكون قد المستوى ان شاء الله. الصراحه غادي نحاول نقدم لكم في لاسين الاغاني الحمد لله اللي دارت نجاح كبير مؤخرا. الاغنيه ديال هكا عجبني راسي اللي يحبوها الناس بزاف، وكذلك الديو اللي حقق نجاح كبير اغنيه في الهوى سوا ايراد منى شكيداوة مع الفنان الكبير العربي امغران، اللي غادي نقولها واخا يعني هي واحد المفاجاه ولكن كنوجدوا ليها، غادي ان شاء الله غتقدم لايف في مهرجان تيميتار بواحد الشكل زوين، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. واكيد يعني انا كنحاول نخلي التجاوب ديال الجمهور، واللي من بعد انا ما كنبغيش نعطي دائما واحد الترتيب للاغاني ديالي، كنخلي الترتيب هو يعني الجمهور هو اللي كيحددو، كنبدا الاغنيه الاولى والثانيه وكنخلي الجمهور كيحدد الطلبات باش كنمشي معها هي. والجمهور ديال اكادير هو جمهور رائع جدا، دائما كنلقى منه غير الترحيب ولي كومونتير الايجابيين، وهادشي كيفرحني بزاف. نبدا بالشق الثاني من السؤال، هو الانتشار يعني كاين جوج العوامل، العامل الاول يعني كان النجاح راه كيكون باين، يعني كاين نسب المشاهده، وكذلك دابا كتشوف الاغنيه كتردد يعني في مجموعه من المواقع كتيك توك فيسبوك انستغرام الى ذلك، وكذلك الطلب مني كيكثر على الفنان الطلب في المهرجانات داخل والحفلات كذلك، هذه معيار من المعايير ديال نجاح الاغنيه. وكذلك معيار من معايير استمراريه الفنان هو التنوع، باش الانسان ما يبقاش غادي في واحد النمطيه كما شافوا الناس، يعني حاولت في اللون الشعبي اللون التراثي اللون الامازيغي اللون تغيب وتبان كذلك في اللون العاطفي يعني شويه الراي، ولكن كيبقى القالب الاساسي هو لوساتور كما تنقولوا هو التراث المغربي ديالنا. اكيد يعني غيكون اجتهادات ان شاء الله مستقبلا في لهجات اخرى، مي في هذه الاونه
غادي نركز فقط يعني على ما هو تراث، لان التراث المغربي ديالنا زاخر جدا جدا. يعني من طنجة للقويره كنشوفوا يعني كاين مجموعه من الاهازيج، يعني شافوا الناس في اللون الاطلسي، في اللون السوسي، في اللون الشعبي، غادي يكون اجتهادات اخرى باش يشوفوني ان شاء الله في الوان اخرى، باش لان مازال في الجعبه ديالي بزاف ما نعطي ان شاء الله. صراحه اولا بعدا كنبغي نوجه تحيه كبيره للفنان الصديق العربي الامغران، و يعني فرحان بزاف بنجاح الديو اللي كيحمل واحد الرساله، هي وحنا في الهوى سوا، يعني ايرا المناش كيداوى، يعني كلشي بحال بحال، يعني حنا في واحد القالب ديال التسامح، واحد القالب ديال الاخوه، يعني كسوا الانسان يعني ناطق بالدارجه اولا بالامازيغيه، حنا بحال بحال ما كاينش اشكال، وهذا هو المضمون، وان الفن كيجمعنا رغم اختلافاتنا العرقيه ورغم اختلافاتنا الثقافيه. اكيد انا نتشرف انني ندير ديو مع قامات الفن الامازيغي كذلك، يعني هذه الفكره مستحضراني، يعني مع الشريفه كذلك في الفن الاطلسي، مع يعني الفنان فيصل، يعني عندي هذه مجموعه من الاسماء في راسي اللي نتشرف انني ندير معها ديو، لان كما تنقول تصالح الاجيال او توافق الاجيال تيعطي واحد النتيجه زوينه، حتى هذا الجيل الجديد كيولي يستمتع بالتراث الامازيغي. وهذا اكزومبل انا مثال مثلا بهره الكلمه ديال بهره كان بزاف كيعرفهاش، ولكن بمجرد اني درتها ولاو لي زونفون كيقل يعني كيقلبوا عليها وكيشوفوها، يعني هذا هو الدور ديال الفنان، انه يحيي الموروث الثقافي، ولان مزيان اننا نركزوا على ما هو عصري، يعني نشوفوا ما هو كما تنقولوا انترناسيونال، ولكن ما نساوش الاصل والاساس ديالنا. كما شتي اذا كنت متابع يعني مؤخرا، حاولت يعني ان درت بعد الدوره ديال العروسه المغربيه المخزانيه ديالنا في اغنيه الف هنيه وهنيه، او كشكل الاعراس الف هنيه وهنيه، حاولت ناخذ يعني اشهر الاغاني المعروفه التراثيه ودرت لها فيديو كليب، يعني عرس مغربي اصيل. كذلك كانت اغنيه شوفوا مالي وما الحالي من دون الناس، يعني في سنه 2017. كانت اغاني كذلك اغنيه رجال الله والجواد الجواد، يعني قبل غير هو قبل الواحد ما كيدير شي حاجه خاصو ضروري يعني يستشر مع 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 صاحب الفن الاصلي، الاغنيه الاصليه من اجل الحقوق وما الى ذلك، وكذلك انه يشوف الطريقه اللي غادي يقدر يوصل بها هذه الاغنيه توصل لاكبر شريحه. انا هذه الفكره على الراس والعين ديالي، يعني انا لي كامل الشرف انني نديرها، وان شاء الله ناوي انني ننوع بها الريبرتوار ديالي، وكما قلت هذه غتغني لا الخزانه الموسيقيه المغربيه كامله، وكذلك الريبرتوار ديال زكريا الغفوري، لان كفنانين شباب كنحملوا على العاتق ديالنا اننا نخليو التراث ديال البلاد دائما حاضر. يعني انا نتكلم على نفسي، انا الكلمات دائما كنحاول ننتقيها، يعني كما تنقولوا بدقه، يعني لا الأغنية حبين ولا أغنية بهرة بهرة، يعني في الأغنية العاطفية، على أغنية لا تكبر الشان اللي ما عنده قيمة، اللي فيها اللي هي زجل، كلمة زجلي يعني مأخوذة من الأمثال الشعبية ديالنا. يعني كاين أغاني أخرى بحال شوف الزمان كيف ردوه، المعقود الخاص وباعوه، كنحاول ما أمكن أن ينقي الكلام، ولكن بعض الأحيان باش تساير الموجه اللي كاينه كنحاولوا نبسطوا يعني الكلمات. هذا لا يعني ان هناك ازمه كلمات، عندنا شعراء وكتاب في المستوى الرفيع لا بالنسبه للجيل القديم، وكذلك كاين كتاب في الجيل الجديد، يعني اللي الا سمعتيهم تيكتبوا تقول هذو راه عايشين في القرون الوسطى، بحال الكاتب يونس ادم، الكاتب ديالنا والملحن انوار مقدور اللي كتب اغنيه حبينو بهره بهره، هو فقط يعني دابا هو عنده 27 او 28 سنه. انا كنتكلم على نفسي، كنحاول ننتقي الكلمه، ولكن في نفس الوقت كنقول كاينه حريه ولكن بقيود، الجمهور اللي كيحكم عليها في الاخر، لان ما هو مبتذل وما هو خايب راه مع الوقت دغيا كيطفى، يقدر يدير البوز دغيا كيطفى. اما الاغاني اللي كتكون على اساس فيها كلام نقي وزوين كتبقى عايشه وكتغنى في الاعراس وفي الحفلات وكتبقى عايشه لحد الان، دليل على ان لحد الان اغنيه مثلا خرجتها شحال هذه لحد الان كنلقاها تتغنى في الاعراس والحفلات، هذا اكبر دليل على الاستمراريه ديالها. ولكن كما قلتي يعني خاص يكون اجتهاد من فنانين اخرين باش ينتقيوا الكلمه، لان الكلمه كتاثر سورتو على لا جينيراسيون الجديده، لانهم هما اللي اي حاجه كيتاثروا بها في هذا زعما في هذا الظل ديال لي ريزو سوسيو اللي كاينين دابا.